مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة 8 قرارات ضد الكيان الصهيوني، منها 7 لصالح فلسطين، صبت في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، في حين تعلق القرار 8 بضرورة انسحاب الكيان من هضبة الجولان التي احتلها عام 67، وعن الحراك في المسير البحري أصيب 25 مواطنا فلسطينيا بينهم مصور صحفي مساء يوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، هذا قبالة شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة حسب ما أفادت وكالة وافا الفلسطينية الرسمية. في موضوع آخر، أمرت سلطات مدينة هام بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين أن كل من يتبع الديانة الإسلامية سواء محافظا كان أو من لهم صلة بجماعات مسلحة كما أسمتهم بتسليم أنفسهم في مهلة قدرتها ب30 يوما، وبأن السلطات ستتعامل بلين معهم وأنهم قد يتفادون العقاب. يأتي هذا في ظل التحمل العرقي وتزايد التضييق والاعتقالات الجماعية والرقابة الصارمة لأقلية الإيغور المسلمة التي تعيش في شينجيانغ. يمنيا، وافقت حكومة البلاد على وقف إطلاق النار والذهاب إلى مشاورة السويد للإنهاء الكلي، هذا بعد تزايد الضغوطات الدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى سقوط أكثر من 10,000 قتيل ودفع اليمن إلى حافة المجاعة. وجاءت خطوة الحوثيين بعد أن أمر التحالف الذي تقوده السعودية بوقف هجومه على ميناء الحديدة اليمني والذي أصبح نقطة تركيز في هذه الحرب، لكن عودة اندلاع معارك عنيفة بالميناء في وقت متأخر من يوم الاثنين قد تهدد الأمال في وقف إطلاق النار بين التحالف العسكري بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقال المبعوث الأممي مارتن غرافايث لمجلس الأمن الدولي أن الأطراف المتحاربة في اليمن قدمت تأكيدات قاطعة بالتزاماتها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا هذا، وسيعود اليمن كما كان يتساءل أحدهم. في شأن آخر، كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله عن الاتفاق على انعقاد القمة الخليجية في الرياض بحضور ممثلي جميع دول الخليج بما فيهم أقول قطر والسعودية. وحسب تقارير إعلامية فمن المرجح أن تكون القمة مطلع الشهر المقبل، ما قد ينبئ عن إعادة المشهد الخليجي من جديد. هذا ويذكر أن آخر قمة جمعت الأشقاء الأعداء كانت في ديسمبر 2017 بالكويت أيضا بتمثيلات مخففة عن الحكومة. انتفض الشارع الفرنسي مرة أخرى على واقع الاحتجاجات وأسفر عن اعتقال 24 شخصا ووفاة امرأة بعدما صدمتها سيارة أثناء التظاهر وإصابة 47 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة. للحديث أكثر في هذا الموضوع معي اليوم عبر الهاتف الأستاذ فيصل بوعروة، صحفي ومهتم بالشأن الفرنسي، لكن قبل ذلك قراءة في ورقة لعباس تيغران ثم نعود. يطلقون على أنفسهم حركة السترات الصفراء، ووصفوا حركتهم أنها لا تنتمي إلى أي نقابة أو حزب سياسي، هو حراك احتجاجي عفوي يرتدون نشطاءه سترات صفراء تعالت أصواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحركة التي دعت المتظاهرين للخروج إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين ب25% والديزل ب23% وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات، وهذا ما يفسرونه بأنه قد ينعكس على القدرة الشرائية لهم. ولقد بررت الحكومة ذلك بالانتقال البيئي إلى الطاقات المتجددة ودفع المواطن إلى الحفاظ على البيئة. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها ستستمر على الوتيرة نفسها، معترفا في الوقت نفسه رغم الانتقادات التي يواجهها منذ شهور وتدني شعبيته بشكل مستمر جراء الاحتجاجات المستمرة
أنه لا ينوي تغيير سياسته رغم تكرار الاحتجاجات. وفي حوار مع وسائل الإعلام الفرنسية قبيل المظاهرات، صرح أن هذه الإصلاحات لم تتجرأ أحزاب اليسار ولا اليمين على القيام بها فيما سبق، في إشارة إلى قانون إصلاح قطاع السكك الحديدية وحجم التحدي الذي واجهته الحكومة حتى تم التوصل إلى إقراره في نهاية المطاف. وخرج وزير الداخلية الفرنسي في لقاء صحفي لها عبر وسائل الإعلام الفرنسية أن الحكومة ماضية في قرارها ولا رجعة فيه، وتحاول القوى اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة ركبة وتبني هذه الاحتجاجات. فهل ستشل وتضمحل مطالب هذا الحراك الشعبي عبر مرور الوقت مثل ما سبق، أم سيجني أصحاب الأغطية الصفراء مرادهم؟ أهلا من جديد. نستضيف في الحديث عن هذا الموضوع الصحفي الزميل فيصل بوعروة. أستاذ فيصل، أهلا مرحبا بك معنا اليوم. أهلا بك أمين، تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. نبدأ من حيث ينتهي المشهد. هناك في فرنسا الاحتجاجات لأصحاب السطر الصفراء التي جاءت على خلفية الزيادة في أسعار البنزين والديزل، مع العلم أننا نعلم أن النظام الاجتماعي في فرنسا قوي ويدعم الكثير من الفئات التي ربما تحسب على الفئات الأقل دخلا. بداية، كيف تقرؤون هذا المشهد؟ أولا هذا المشهد يبدأ هو دعنا نقول أن الحكومة الفرنسية الحالية التي يعني يترأسها إدوارد فيليب وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو رئيس جاء بالجمهورية الخامسة لدى ترشحه ولدى برنامجه الرئاسي، تحدث عن جمهورية جديدة تقوم في فرنسا وهي جمهورية اقتصادية ليست كالجمهورية السابقة، وهو أسس لها وهو ما اعتبرناه آنذاك كحدث دولي أن يحكم شاب صغير لا يصل 40 سنة فرنسا ويغير حتى الوجهة السياسية والاقتصادية في هذا البلد السابق. وبالتالي ماكرون والحكومة الفرنسية تفطنت لوجود أزمة الأفق وفرضت طبعا ضرائب جديدة على الديزل وكذلك البنزين. لماذا الديزل والبنزين؟ لأنه المستقبل للطاقات المتجددة والطاقات البديلة والتي هي ربما خاصة في عالم النقل والمركبات وهي السيارات الإلكترونية والسيارات الهجينة. بالنسبة للطاقة في العالم، بدأت أمريكا تتحكم في زمام الأمور، خاصة لاكتشافها أولا قبل سنوات للغاز الصخري. طيب فيصل، نعم، قبل الحديث، نعم أعتذر، قبل الحديث في هذا النقطة بالذات والأبعاد الاقتصادية، المشهد ربما في فرنسا من خلال الاحتجاجات، ربما ما هي تأثيراته، خاصة أنه أثر بشكل مباشر في الفئات التي كانت فرنسا تدعمها اجتماعيا منذ مدة؟ نعم صحيح. فرنسا دولة اقتصادية، طبعا الاقتصاد الفرنسي لا يشبه اقتصاد الوطن العربي كاملا، يعني اقتصاد الوطن العربي واقتصاد ريعي، اقتصاد الفرنسي واقتصاد منتج، هذا معروف. لكن الأمر الآخر أنه اقتصاد يتميز على أنه رأس مالي، اقتصاد مبني على قوة المؤسسات، على قوة الإنتاج، ومن جهة أخرى مبني كذلك على المنح الاجتماعية التي تدفعها الدولة على البطالين، على النساء الحوامل، على النساء، على أصحاب الدخل غير يعني تحت السميك. وبالتالي هذه الفئات المجتمعية الكبيرة الهشة أصبحت تأخذ من الدولة وتستنزف من خزينة الدولة الفرنسية أموال كثيرة وأموال كبيرة، هذا من جانب. لكن لو نرى بالمنظور آخر، أن لما ترتفع الضريبة على مثلا البنزين والوقود وأي على المحروقات، سيرتفع مقابله هذا وعي لدى السكان الفرنسيين، المواطن الفرنسي أنه لديه الوعي الكبير بأن كل شيء سوف يرتفع سعره به، ارتفع سعره، بالتالي تكلفة النقل سوف ترتفع، تكلفة توزيع السلع سوف ترتفع، وبالتالي ستؤثر على السلع ودواليه. يعتقد هؤلاء أن حياتهم اليومية سوف
تتأثر بهذه الزيادات فقاموا بهذه الاحتجاجات. فرنسا دعني أضيف هذه النقطة، في فرنسا يوجد الكثير ممن لا يعملون بطالون أو من يستفيدون من هذه المنح الاجتماعية، كثير من الأحيان مدخولهم الشهري أفضل من عامل بسيط، يعني يفضل الفرنسي في بعض الأحيان يعني بمقارنة يمكن أن لا يعمل وتكون لديه مداخل من خلال أبنائه، زوجته، إعانة سكن، إعانة الولد إذا كان مريضا مثلا، لو في محددة المجموعة يعني بهذا الشرط تكون ربما أفضل من عامل يأخذ 1200 أورو. نعم ربما هذه الأسباب. نعم. ربما هذه من بين الأسباب التي دفعت الشارع الفرنسي للاحتجاج. طبعا الشارع الفرنسي اليوم يفكر الاقتصاد بصفة عامة لابد أن يقطعه على الحياة اليومية للمواطنين والشعب بالمجموعة ساكن تلك الدولة في أي دولة في العالم. طيب. إذا لم تمس الإجراءات الاقتصادية، إذا لم تم تضمن حياة كريمة للساكنة، فهنا سينتقل الساكنة ويخرجون. طيب. نعم. نعم. ربما ما هي الأبعاد المرسومة من خلال جملة الإصلاحات التي يقودها ماكرون الذي كان يندد ويطالب بها حتى في حملته الانتخابية، ما هي الأبعاد المرسومة لها؟ بالنسبة لرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، برنامجه كبير ومشروعه كبير جدا حسب اعتقادي وحسب ما سمعته. ماكرون يفكر في السنوات المقبلة لفرنسا. طبعا أنت تدرك جيدا أن الصين اليوم هي أكبر دولة تتجه نحو تصنيع السيارات الإلكترونية. وفرنسا اليوم تفطنت في هذا النقطة بالذات لأنها تعلم جيدا، فرنسا مصنع كذلك للسيارات، يمتلك شركة رونو، وشركة رونو هي شركة أصبحت اليوم شركة أكبر تجمع عالمي للسيارات من خلال تجمع رونو، نيسان، وكذلك ميتسوبيشي. هذه المجموعة فرنسا تقود هذه المجموعة مع اليابان بشركتين، وبالتالي هذه الشركة الكبيرة إذا بقيت تصنع سيارات الديزل وسيارات البنزين في المستقبل قد لا تبيع هذه المنتوجات باعتبار أن السيارات الحديثة ستكون سيارات إلكترونية. هذا من جهة. من جهة أخرى لديها كذلك في كل محطة بنزين اليوم في فرنسا يتم بناء أو تزويد تلك المحطة بمحطة تزويد إلكترونية. يعني الرئيس الفرنسي يفكر حاليا في طريقة التغير، في طريقة تغيير وترشيد استخدام الطاقة من الطاقة التقليدية التي هي البنزين والديزل إلى الطاقة الإلكترونية، حيث يشجع الأشخاص على شراء سيارات يعني إلكترونية تستخدم الطاقة النظيفة. هذا ممكن، لكن بالنسبة لسكان الأرياف للعمال البسطاء لا يمكنهم شراء سيارة جديدة حاليا باعتبار مداخلهم محتشمة. وهنا قامت جملة من الإصلاحات من بينها تقديم منح لهذه العائلات لعدد معتبر من العائلات هي تصل إلى في بعض الأحيان إلى 4000 أورو عائلة واحدة حتى تتغير، يعني 20% من أصحاب السيارات سيتم هم من الأسر المعوزة عفواً سوف يتم تقديم أجر لهم حتى تصل في بعض الأحيان من 2000 إلى غاية 4000 أورو، وهذا لتغيير السيارات التي تتبع هذه العائلة. تعلم أن السيارات القديمة تلوث أكثر وتخلف أكثر مخلفات بيئية ضارة بالبيئة. طبعا هم يعلمون ما هي أهمية البيئة، لذلك يفكرون لأن البيئة إذا تلوثت سوف تصرف الدولة مصاريف أخرى لتنظيف المحيط. طيب إذا كانت الإصلاحات بهذه الجودة وبهذه القوة، لماذا ينتفض الشارع في كل مرة؟ هناك سلسلة كبيرة من الاحتجاجات ربما من بداية هذه السنة، وما يحدث ربما هو احتجاج آخر فقط. ما أعتقد أن الأزمة هي أزمة ثقة كذلك في بعض الأحيان. الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة الفرنسية على رأسها إدوارد فيليب أكد أن القدرة الشرائية أكد أنها ستتحسن في المستقبل، لكن هي مرحلة، يقول هو أنها مرحلة مخاض عسير طبعا لابد أن تمر به خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى. وبالتالي هو وقال أنه سوف يقدم المساعدات المالية أو سيتم رفع المساعدات المالية للطاقة
حتى تشمل 5 إلى 8 ملايين منزل، بالتالي بالتوجه إلى تحسين استهلاك الطاقة والتوجه إلى الطاقة البديلة الطاقة الشمسية. كما عمدت هذه الحكومة إلى خطة يعني تقديم مساعدات تصل في المجمل إلى 500 مليون أورو، بما فيها زيادة مساعدات للطاقة وتصل كلفتها إلى حوالي 200 مليون أورو. هذا حسب إدوارد فيليب. يعني دائما الحكومة تقدم الآن مشاريع أو مشاريع إصلاحات لتهدئة الأوضاع في فرنسا، لكن من جانب آخر لم تتخلى عن هذه الضرائب، هي ترفع الضرائب حتى يتخلى الأفراد عن استهلاك الوقود. هي حل من الحلول التي تمارسه الحكومات لتدفع المواطنين إلى ترك تلك المادة. نعم، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه السياسات خاصة في ظل تعنت المحتجين والذين حسب قولهم والتقارير الإعلامية أنهم ستكون احتجاجات مستقبلا يوم السبت، وربما سنشهد احتجاجات أخرى؟ طبعا حركة صدرات الصفراء هي حركة تدفعها الآن، الذي يدفع ربما والذي يحركها هو المعارضة الفرنسية. تعرف أن ماكرون منذ صعوده إلى سدة الحكم في فرنسا يعني واجه معارضة شرسة قبل الأحزاب العريقة والكبيرة خاصة اليمين المتطرف، وبالتالي فليس سهلا أن يعني ليس من السهل أن تفوت هذه المعارضة الفرنسية الأحزاب المعارضة هذه الاحتجاجات بسهولة، وتقول أن تضرب ماكرون نظام الحكم الذي يقوده ماكرون. وبالتالي هذه الحركات تغذيها أو تقويها أو تدعمها هذه الأحزاب المعارضة لماكرون حتى تبين أن النظام السائد الحالي ليس ناجعا وليس بمساره الصحيح. طيب أنت ربما أستاذ كيف ربما ما هي توقعاتك لهذا المسار الإصلاحي لماكرون؟ حسب اعتقادي أن ماكرون يسير في طريق قد رقمه من قبل ويعرف جيدا من أين تؤكل الكتف كما يقال. ماكرون تفضل وهو رجل اقتصاد وهو كان وزير الاقتصاد ويعرف جيدا الاستشراف. دعني أقول لك هذا الكلام، الأوروبيون بصفة عامة والغرب يعتمد على الأرقام لبناء والإحصائيات لاستشراف المستقبل. الاستشراف هو الأساس في أي اقتصاد. الاقتصاد الذي لا يملك دراسة استشرافية لمتوسطة مدى على الأقل يعني ل5 سنوات مقبلة فهو اقتصاد سيبوء إلى الفشل، يسير دون وجهة. ولكن الرئيس الفرنسي أعتقد أنه يعرف وجهته جيدا، يدرك أن الصين سوف يأتي بقوة في حدود العام 2025 بسيارات جديدة بنمط جديد للسيارات بسيارات إلكترونية. وطبعا يجهز في كل منطقة شكرا أستاذ فيصل، حطات تسود بالطاقة. وصلت فكرة، كنت معنا اليوم، شكرا لك أستاذ فيصل. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا مشاهدينا الأفاضل، إلى هنا نصل لنهاية عدد هذا الأسبوع، لكن قبل ذلك كاريكاتير.